استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إقدام أب في جمهورية الدومينيكان على تصرف غير مسؤول وخطير للغاية تجاه بنته الصغيرة يلي ما بيتجاوز عمرها 5 سنوات، وأقدم الرجل على فعل غريب ومتهور للغاية في سبيل أن يقدم بعض الترفيه لبنته خلال فترة الحجر الصحي يلي عم تفرضها السلطة بسبب كورونا. وأظهر الفيديو التقطه أحد الجيران قيام الأب المتهور بنصب أرجوحة على شرفة المنزل الطابق السابع، وظهر الرجل هو عم بيرجح هي البنوتة الصغيرة بكل برودة أعصاب، علما بأنه تلك الرجوحة حبالة طويلة ويصل مداها إلى خارج الشرفة بكثير. يعني الطفل في حال فقد التوازن أو انفلت من هي الرجوحة سيسقط على ارتفاع 35 متر. نتابع الفيديو. في الجزائر قام مجموعة شباب بتدمير وتشويه لوحات فنية رسمت للمرأة لتقديرها ودورها في المجتمع، لكن شكلها اللوحات كانت مصدر إزعاج لهدول الأشخاص لحتى يشوهوها بهي الطريقة المخيفة. معظم الأشكال هي موجودة كتير بمجتمعاتنا، لكن لأمتى رح يضلوا يفكروا أنه المرأة هي جسد فقط من دون أي مشاعر أو عواطف أو مساهمتها ببناء المجتمع؟ هالتصرفات البشعة وهالتفكير الهابط لساته موجود عند بعض الأشخاص. خلونا نتابع الفيديو. مي كاميرا فيها ما نديرش لايف انا سلام. لحالو عينيه يا هما اللي دونجي. زيد عميرو الاخرى زيد. عداك يهبلوا عميرو عينيه. والله غير يهبلوا. هاكا فيصل. دوك الاشياء طاكينا. الاشياء بداو يطاكيو فيك امير ديزل. قامت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان بطرح كمامات خاصة للبيع على موقع سكيمز، ورغم تأكيدها أن الكمامات ليست للكورونا إلا أنه لقيت إقبال غير مسبوق من معجبين، لدرجة أنها نفذت بعد ساعة واحدة من طرحها على الموقع. بتتميز هي الأقنعة اللي عملتها كيم بأنها قابلة لإعادة الاستخدام، وبتتوفر في 5 ألوان أو 5 أظلال محايدة مصممة لحتى تتناسب مع ألوان البشرة المختلفة، وسعرها 8 دولارات.